السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدريبنا العاشر هو تطبيق مشغل الفيديو، وهو سهل جدا مقارنة بجميع التدريبات السابقة. أول شيء لابد تسويه زي ما تعودنا مجلد للمشروع، وتسمي أي اسم، مثلا لوكال فيديو، وتسيف مشروعك داخله. وكريت مجرد إضافة أداة واحدة وهي الفيديو، هذه تحطها في أي مكان، تحجمها بالحجم المناسب، ومن ثم تروح إلى خاصية كنترولز تخليها ظاهرة. هذا بتضيف إليها بلاي وباوز، هني تحكم في الصوت من نفس البرنامج. ايضا تغير السورس. اول شيء لازم تضيف ملف فيديو، هذا ملف فيديو ام بي 4 يشتغل، 3 جي بي ايضا يشتغل، امتدادات ثانيه ما جربت، اي في اي وكذا، ولكن الله اعلم. تضيفه الى تنسخه الى المجلد، ترجع هني وتسوي براوز، تختاره، خلاص تشغل. بكذا يكون انتهى المشروع، ونلتقيكم في مشاريع ثانية إن شاء الله. إلى اللقاء.